اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامج الاسير لازم نتغير. كل المدن اللي في الصين بنتكلم عن الرياضة، لكن هنا بنشوفها بشكل جميل محبب لكل الأعمار، المسنين والشباب والأطفال. بعد الساعة 6:30-7 بالليل كل الأماكن والساحات تحول إلى ساحات للتدريب والرقص في نفس الوقت، يعني مزيكا وبتعمل رياضة أكنك بتعمل رقص. هو مش رقص شرقي ولا غربي، لكن هو تمرينات على الإيقاع الموسيقي. حتى الجيمات هتشوفوا جيم دلوقتي وأنا ماشي في الشارع اشتركت معهم، هم زي ما بقول لكم مش رأس، دي تدريبات. وأيضا في الحدائق بيتحط السماعات والشباب بيقفوا يخلوا كبار السن يرقصوا معاهم ويخليهم يحسوا أولا إن هم في مشاركة، لهم جزء من المجتمع. تالت حاجة يلعبوا رياضة. الرياضة الحلوة اللي في الصين دي، شاركوا معايا ونشوف الرياضة في الصين عاملة إزاي. ده جيم فبيعملوا كده عشان الناس ايه تشوف الرياضه تبقى عامله ازاي، ممكن الناس تشترك معاهم. طبعا احنا دخلنا معاهم نقف وصيهم كده. اوكي بوس، اوكي نو بروبلم نو بروبلم، سي الو سي الو. عندنا جيمات كتير بيعملوا كده، دي دعوه للرياضه. طابور ده هيطول ولا ايه؟ طابور رياضة حلوة أوي. نطير على الصين زي ما شفناه قبل كده، نشوف مكان جديد، مدينة جديدة بنحلم بيها، شينزن. كتير مصريين راحوا هناك ما عرفوهاش. شينزن دي زي هونج كونج. قلت أعمل لقاءات، قالوا لا، الناس هناك بتجري بتجري من الشغل للشغل. هناك الساعة يعني كام؟ $100 $200 هناك، يعني قناة السويس هناك، يعني هونج كونج الجديدة هناك، يعني تسهيلات هناك، يعني لوجيستي. نروح شينزن وأكمل معاكم. خدنا مترو بيلف حوالين البلد في 30 دقيقة،
هو يعني عمود بس كده، مش هياخد وقت كبير. كان في فكرة موجودة في مصر انه ينزل التلفريك من المقطم لحديقة الأزبكية. طبعا احنا مش بنحلم، لكن ممكن نستغل ده. حاجات مش محتاجة حاجة، ده ماسورة ماشية بالعرض ممكن يتعمل لها حاجة. ممكن حد يقول لك يا عم احنا مش عارفين نحافظ على اطارات القطارات اللي بتاخد الناس. لا، لازم نحلم ونحلم بجد ان بلدنا تبقى احسن بلد واحسن افكار نعملها. ان شاء الله يكون نظام بي او تي، اللي هو النظام اللي نديها مثلا 10 سنين 15 سنة 5 سنوات. الفكرة دي قد ايه ممكن تعمل رواج، قد ايه ممكن تعمل سياحة كويسة، دي ممكن تعمل شكل جديد لبلدنا. تتعمل في الأقصر، في أسوان، في القاهرة، في اسكندرية. ما تكلفش كتير، بس أنا يعني كل ما أشوف حاجة حلوة عايز أنقلها في بلدي مصر. نلف معاك ونشوف الشكل عامل إزاي. وعلى فكرة بيمشي بطيء جدا جدا جدا، مش بسرعة، عشان الناس تقدر تستمتع. كلها كام؟ 30 دقيقة بس، بتشوف فيها معالم الموجودة بتاعت شينزين هنا. الناس هادية والمزيكا شغالة، واحد بيشرح بس. هي رحلة حلوة بدعوكم معايا اللي احنا نعيشها لثواني. طبعا على يميننا وعلى شمالنا شايفين الشجر عامل ازاي، يبقى لكم حالة البلد هنا، الخضرة اللي فيها والزراعة. الناس هنا اسلوب المعيشة او لايف ستايل بيجروا، وانا عايزين ناس تغير من حياتها. عايزين الخضرة دي تبقى في كل شارع وفي كل بيت. ازاي ما تبقاش حابس نفسك؟ الحاجات الجميلة اللي عجبتني الناس اللي هم المسنين فوق 60-65 سنة، يطلعوا على بعض الظهر يمشوا في الجناين، يبقى ليهم مساحات يرقصوا فيها، بيعبروا فيها عن نفسهم. قد ايه اللي احنا الاسير اللي حابس نفسه سواء كان مسؤول او حد من المواطنين، اخرج اخرج للحياه. الحياه حلوه، الحياه جميله. This is my friend Wenison اللي معايا في الرحله. Many thanks Wenison and I am waiting you. Not friend, my brother, yeah? Brother, yeah. Thank you. This is river too? Yes, it's Coco River. Yeah. Nice place? Yes, it's a beautiful place. Like a Nero River? Yeah, yeah, more beautiful, yeah. أعزائي المشاهدين، بنكمل رحلتنا معنا صديقنا محمد عبد القادر. انا تعبته معايا، جينا من شينزن على هنا. ازيك يا محمد؟ انا بخير. ازيك طارق؟ انت كنت عايز تشتري حاجات النهارده، معلش على التليفون. عامل شوبينج. بس برضه انت بتشتغل هنا بقالك 12 سنه. في شينزن. في شينزن. شينزن عمرك كم سنه؟ حوالي 40 سنه 35 سنه. تكلمنا على شينزن كده. شينزن دوله جميله جدا اقتصاديا، طبعا من احسن الدول في الاقتصاد دلوقتي. ايه اللي تشوفه هنا حلو برضه غير شينزن؟ بلد كبيره واقتصاد برضه من اكبر الدول في العالم في الاقتصاد، وبلد مفتوحه فري كانتري. طبعا هنا عندهم اهم حاجه، عندهم القانون، ان القانون بيسري على كل انسان سواء كبير او صغير. بس غاليه جدا البلد هنا، التعليم غالي جدا، كل حاجه غاليه جدا، بس مرتبات عاليه جدا. مرتبات عاليه هنا. بنقول لهم عايزين نقابل ناس، قالك ما عندهمش وقت، كله بيجري بيشتغل. النهارده السبت بقى ويك اند بالنسبه له. النهارده السبت ويك اند اوريدي. انا بشكر كل واحد بيخرج بره القيد كده زي محمد، زي ناس كتيره، وشوف النجاح هنا، ويا ريت نعمل سمعه كويسه عن بلدنا. كمل معاك. ولسه في الصين بيعملوا كل حاجه ويغيروا كل حاجه، بيعملوا خضار. انا مش عارف ده خس ولا جرجير ولا كرومب. هنشوف بيعملوا ده وبيتاكل وطعمه كويس. اشوف اكمل معاك.
ودايما جميلة دايما عظيمة يا مصر يا بلدي. حملتنا اللي احنا نطور ونجمل وننظف ونمسح ونغسل التراب والبلاط في شوارعنا. ليه شوارعنا ما تبقاش جميلة؟ حملتنا اللي احنا نعمل 200-300 شارع. شاركوا معانا. بحيي رئيس مجلس الوزراء، بحيي كل اللي شارك معانا من الأهالي، من الجمعيات، من الوزارات، وزارة الشباب، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التعليم، الصحة، السياحة، كله يشتغل معانا. طبعا التنمية المحلية. حملتنا ننظف نجمل 200 شارع في مصر، هنشوفها في نهاية رمضان. شاركوا معانا. بلدي دايما جميلة دايما عظيمة يا مصر. بلدي غالية علي، يا أسير اتغير. الأسير لو 6 أرملة وعندها 2 معاقين مربوطين تعمل إيه؟ تعال نشوف. مشاهدين بكمل معاكم مشوار الأسير، أسير الجهل والفقر والمرض. لما نشوف شبابنا، نشوف ولادنا المقفول عليهم، المربوطين، المحبوسين نتيجة تراكم سنوات، بقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي بيهد مشوارنا يوقف خطواتنا. عاوزين نتقدم، عاوزين نشتغل عشان خاطر ولادنا. على بعد سنتيمتر مني في واحد محبوس مربوط هنا، أحمد اللي عمره 23 سنة، اللي مربوط بالحديد، بالحديد اهو، وعمره 23 سنة ما بيخرجش، بقاله 4 سنين متصلة ما خرجش من الأوضة. ده نتيجة الجهل، الفقر، المرض. عاوزين نعالجهم، عاوزين نبني، عاوزين نشتغل، محدش يهدنا، محدش يوقفنا. وعلى المسؤولين ما تستنوش حالات زي دي نطلعها للنور بالعلم مش بالفهلوة، بالعلاج الصح. لما نقدم بدل الأسير 2 و3 هنوصل ل 11 و15، ولو عاوزين 20,000 هجيب لكم. بس نبدأ نتحرك نطلع الأسير. الأم أرملة معاش راجل، حتى الحكومة مش سنداها، لأن معاشها 500 جنيه. قفلت على نفسيها وعلى ابنها، ربطها كده 4 سنين ما خرجش من الأوضة دي، من المكان ده، هو وأخوه أحمد اللي ما يعرفش سنه كام سنة، ولا اخوه اللي قاعد على الكرسي ما عرفش مين مع مين ولا مين جاي مع مين. بعمل حوار من طرف واحد، بكلمه بشتكي لربنا اللي حاصل عندنا. احنا ظلمنا نفسينا بايدينا، لازم نطلع اهالينا من الظلمه، نطلعهم للنور. كلنا نشتغل وكفايه كلام، عشان دول محتاجين تنميه، محتاجين بناء، دول محتاجين نعالجهم ونعلمهم وياكلوا وياخدوا دواء صح، بدل ما هو مربوط كده. ده امانه من ربنا لينا، كلنا هنتسأل عليه من الصغير للكبير، محدش هيروح من مسؤولية قدام ربنا. مش كده بنبدأ النهاردة، وبقدم الفقرة دي كلاكيت رقم 12 أو 11 في الأسير لازم نتغير. نفسي أسأله بتحب إيه وبتاكل إيه وبتشرب إيه، نفسك في إيه في بكرة؟ هو بين أيادي الله، كل اللي يعرفه أنه مربوط كده، لأنه ممكن يجري ويعور ويعمل. مجموعة من الأسئلة أسألها له، مبسوط ولا حزين؟ بتصلي ولا لا؟ بتعمل ايه في رمضان؟ احنا النهاردة ايه؟ نفسك تعمل ايه بكرة؟ نفسك في لبس؟ نفسك في طقم؟ نفسك في لعبة؟ نفسك في ايه؟ ما يعرفش لانه مربوط. مين اللي ربطه كده؟ تضحية السنين، مش هنقول سنة ولا 2 ولا 3 ولا 4، سنوات طويلة من الجهل والفقر والمرض. حان الوقت اللي كلنا نبقى ايد واحدة ونشتغل، بس بالعلم مش بالفهلوة، ونقضي على المحسوبية والفساد، ونبدأ بالناس البسيطة الطيبة، المربوطين، المحبوسين اللي ملهمش صوت، نوصل صوتهم. ازيك عامل ايه؟ كويس. تكلم كويس؟ عارفني؟ اه. عندك كام سنة؟ 10 سنين. 10 سنين؟ اه. 23 سنة. 23 سنة. تحب تاكل ايه؟ ما اعرفش، مكرونة وفي اتنين. بتخرج من هنا ولا محبوس؟ محبوس. نفسك في ايه؟ رياضة. ها؟ رياضة. رياضة؟ اه. تلعب رياضة يعني؟ اه. ده احمد 23 سنة، 4 سنين متصلة ما خرجش من هنا،
وده عمر نفس الحكاية على الكرسي. وزي ما قلتك بتقول لي قبل اللقاء ان عنده شاشة عظام. ازيك عامل ايه؟ ايه انت كويس؟ كويس. عندك كام سنة؟ كام سنة. اخوك ده اسمه ايه؟ احمد. قول يا رب. رب شفيني يا رب. يا رب شفيني. يا رب شفيني. شفيني. اولا بقاء الله في جوزك. زوجك توفى من 6 شهور مش كده؟ ايوه. كان قريبك ها؟ ايوه ابن عمش. لأهلنا وناسنا زواج الاقارب ابوس على ايديكم. روح للدكتور ابوس على ايديكم. دي النتيجه. ربنا يعينك وقلبي معاكي. اولادك معاهم بطاقه؟ ايوه الحمد لله طلعت لهم بطايق. دلوقتي في معاش متحدد الاعاقه خدتوه ولا لا؟ لا ما خدناهوش. ما حدش دور عليه. عايزين ندور عليه. ما تروحي يا ست مكتب بتاع الشؤون الاجتماعيه اللي هنا. ماشي ان شاء الله. احنا عبال ما طلعنا اجراءات المعاش بتاع باباهم خد وقت كبير وكده. كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل حلاق. 500 جنيه بيعملوا ايه وانت عندك حالتين اهو مربوطين يعني؟ اعمل ايه؟ الاهل برضو بيساعدوني والقرايب وكده والحمد لله وماشيين على قدنا بال 500 جنيه يعني دوبك مسانديننا. بس هنعمل ايه؟ مش تعرف شعارنا انا شخصيا اللي احنا بنقوله من القران وبشر ايه؟ الصابرين. انت من الصابرات؟ الحمد لله. قولي يا رب يا ستي. بتشيليهم لوحدك بتعملي ايه؟ ايوه انا بشيل عمر بوديه الحمام واجيبه تاني على السرير واوضبه وارجع اقعده على الكرسي تاني. انت عارف ده حجمه قد ايه وانا بشيله بتعب. هل انت رحت مثلا مستشفى العباسيه للصحه النفسيه وطلبت الدواء قالوا لك لا ما في قرارات علاج؟ احنا رحنا هناك وصورنا هناك. ما فيش علاج. ما فيش علاج. ايوه شافوهم واداهم ايه؟ ادالي ورقه قال لي روح اشتريها من بره. إيه علاج مهدئ ينيمهم وبس. بكام بقى العلاج ده؟ غالي مكلف. ما تعيطيش انا جاي بحييكي. ولا استر والله العظيم انا عارفه اقول لك ايه بس يعني باباهم لما كان موجود برضه كان بيشيل عني الحمل. لكن 4 ولاد 2 في التعليم و2 زي دول عيانين يعني الحمد لله نحمد الله. بشوف عمر قلبي بيتقطع لما اشوفه اهو. 2 شباب. ايوه 2 شباب. اه اللي بيبص لي وعينيه كلها امل عينيه كلها ابتسامه. طب سلم عليا اهو. هو دلوقتي بيمد ايده لينا عشان بيقول الحقوني انقذوني انا غرقان انا محبوس. ده الاسير. لازم هنتغير يا بلدي يا بلدي. لازم نساعد ناخد بايد احمد واللي زيه وكل عيان وكل مريض وكل فقير وكلنا نشتغل وكفايه كلام. نكمل معاكو الدقيقة أو الدقيقتين ولا ال5 دقايق بتوع الغارمين ومشكلتنا. المسلسل اللي بنقدمه احنا والغارمين هنعمل ايه؟ يا أسير لازم نتغير. لاقي مني غير شوية لحم في كتافي بلاش اتبعتر في البحر. أعزائي المشاهدين بنكمل معاكو مسلسل الغارمين. الناس اللي بنقول عليهم أسير الجهل والفقر والمرض اللي أنا كلمت عليهم من سنوات. كان بودي وكان نفسي إن احنا اتعرضنا القضية فتبقى خلصت. لكن احنا بنحب التكرار. احنا بنحب اللي نصبح بيه نبات عليه. واللي نقوله الصبح نقوله بالليل. لأن مشكلة الغرمين اللي أنا قدمتها في 2009 كان بقالها سنوات معدودة. دلوقتي مستفحلة. دلوقتي في ناس تروح تساعد وياخد الفلوس وهو عامل بدل الشيك 48 او 36 وياخد مؤسسات والناس تفرح انها حلت المشكله بس عامله زي اللي بياخد دواء مؤقت ما بينعالجش. العلاج انتوا عارفينه وقلته وهقوله تاني ونقول عشان الناس تعرف. لازم تعديل للتشريعات القانونيه. ده 1. 2. الشركات اللي سايبينها واللي ليها صلات مع بعض الجهات يساعدوا مهمتهم بنجاح وبكل سرعه. ياخدوا المواطن يحبسوه. المواطن اللي بيبقى حلمه يجيب غسالة وبوتاجاز يقعد في كابوس لمدة سنين. كابوس اللي احنا بنتعرض له في دقائق. دي رحلة العذاب لأهلينا وناسنا اللي لازم
نقدمهم صح ونحل المشكلة صح. بكمل معاكو من السيدة زينب. ازيك ستي؟ ازاي حضرتك يا استاذ طارق؟ جوزك فين؟ جوزي في وادي نطرون. بقاله قد ايه؟ كان قاعد 3 سنين، قضى سنتين ودلوقتي هم جابوه في الاستئناف عشان ان شاء الله ممكن يخرج. كل ده عشان ايه بقى؟ عشان شركة شيماء. لا انتوا خدتوا منها ايه طيب؟ ده اخوه اللي كان واخد منه. يعني هو كان ضامن؟ اه. طب كان بيتاجروا مثلا بيحرقوا الحاجات او حاجة؟ هما الاثنين. يعني جوزك واخوه اللي كان بياخد والتاني اللي كان بيمضي. يعني برضو احنا ايه، احنا اللي بندي الطوق للناس يحبسونا. لو عاوز تاجر تاجر صح، ما ينفعش انك تجيب حاجة بمية وبعدين تبيعها بخمسة يبقى مطلوب منك 5000، دي معادلة صعبة. ده برضو دور الدولة انها تعمل مشاريع، والناس اللي عاوزين يعملوا مشروع زي ده ما تحرقش. نتيجته ايه؟ هو طبعا الحبس عنده كام قضية بقى؟ ده عنده كتير. بس ماضي على كام حاجة بقى؟ ماضي على 22 شيك. 22 شيء. هو اخوه الاثنين محبوسين؟ لكن ابوه اخوه الله يرحمه اخوه مات. فهو شال الشيء. هو اللي شال الشيء. طب هو يخرج في قضية ولا كل القضايا ولا؟ لا هي دي كل القضايا اللي عنده. دي اخر حاجة الاسبوع الجاي. انا مش عارف اقول ايه. طب انت عملت ايه وهو محبوس دلوقتي بقى؟ انتوا عايشين ازاي؟ عايشين بما يرضي الله. يعني انا دلوقتي بشتغل. بتشتغل ايه؟ في بيوت. عندك كام ولد وكام بنت؟ عندي 4 بنات من ضمنهم واحدة معايا. بيتعلموا ولا لا؟ دمار وضيعة. وانت من اسيوط؟ من اسيوط. انا عارف موضوعك. جزء محبوس هدري سنتين، وكان اخد 12,000 زن بس ما اخدهمش. هو واحد ضحك عليه زيادة نص. يعني ايه ضحك عليه؟ يعني ضحك عليه قال لي تعال نجيب شوية حاجات ونجيب لك حتة توك توك تشتغل بيها. جاب شوية الحاجات دول باعهم ومشى بيهم. قال له نجيب اجهزه، ما هم بيضحكوا على الناس، تعالى ناخد تلفزيونات وبعدين نبيعهم نجيب توك توك ونسد ونعمل، مش كده؟ ايوه. جاب كم تلفزيون بقى؟ 6 من الصيت و6 من دايره. 12 تلفزيون. 12 تلفزيون تمنهم حوالي 12,000 جنيه مثلا. يعني مثلا محبوس بقى له قد ايه؟ عندي 2 سنين. وهل مصر الخير اتدخلت وطلعوه مثلا ولا لسه؟ لا لسه محبوس. شركه ايه دي؟ شركه الاخلاص. الاخلاص في أسيوط. أسيوط. هما بيبعتوا ناس عشان يغروا الناس، بيبعتوا ناس عشان الموضوع يبقى سهل. برضو ده دور الدولة انها تعمل مشروعات عشان الناس ما تقعش في الحريق ويعملوا الحاجات دي. وانت خدت ايه؟ اخدت تلفزيون وغسلتين. غسلتين؟ لمين؟ عشان تحرقهم، عشان تبيعهم. انت بتشغل ايه اصلا؟ شغال جامعة ومريض نفسي. معاش مريض نفسي. متحبس ولا لسه؟ اتحبس. قد ايه؟ قعدت 3 سنين من 2005. مفيش رحمه حتى لو مريض. بقدم لكم الصوره المأساويه، بقدم لكم مأساة اهلنا وناسنا. الثلاث نماذج بنقدمها عشان نتكلم على المشروعات الصح، مشروعات الحلال. محدش يقول لك احرق وتعالى او اضمن، ما تمديش على اي ورقه وتمضي على بياض. دي مأساة بنقدمها في دقائق، ولكن هي مشوار السنين. وده الأسير، أسير الجهل والجهل والجهل والفقر. هنعمل ايه؟ ده حلنا، لازم يبقى في حل. من وزارة العدل بنتكلم على تشريعات ضد الإرهاب، عايزين برضو تشريعات ضد الفقر وضد اللي بيستغلوا أهلنا وناسنا. عددهم كام؟ ممكن وزارة العدل تقول. بيتحبسوا ازاي؟ اعرفوا انتوا. القضية تطلع النهاردة يتحبس بكرة. في سرعة رهيبة في التنفيذ. هقول ايه؟ ده حال الناس، ده حال بلدي، وده الأسير، أسير الجهل والفقر والمرض. مني غير شوية لحم في كتافي، بلاش اتبعتر في البحر. الأسير لازم نتغير، نشوف العلم وصل لفين بره وجوه، ونشوف الناس اللي في أرقى الجامعات العلماء. باب أولى نشوف أبنائنا علماءنا اللي خرجوا برا. الصين اتقدمت، بعتوا بعض العلماء في كل حتة في العالم، في أوروبا، في أمريكا. بعد 5 سنين عملوا الصين اللي هي فيه دلوقتي. اليابان من أعلى وأغلى، وهنقول إيه لغاية الصبح. هناك العلم علم. النهاردة بسعدني اللي أنا قابل عالم من أبناء الصعيد من المنيا، جامعة المنيا، أستاذ في كلية الهندسة، راح اليابان بيتكلم في حاجة احنا عايزينها محتاجينها. عشان كده ببدأ بيه
أول الأفكار المنيرة، وبقول للأسير أخرج للنور، عندك مشكلة في المية في الكهرباء العلم يحلها مش بالفهلوة. دكتور وائل أهلا بيك، ومن قلبي بقدمك يعني. أهلا بحضرتك، أهلا بيك وأهلا بيكم، كل سنة وحضرتكم طيبين. والواحد طيب. أنت بقالك حضرتك قعدت في اليابان كم سنة؟ أنا قعدت 12 سنة في اليابان في جامعة أوساكا في مركز التميز العالمي، وده بيعمل في نقل التكنولوجيا الخاصة في تطبيقات المياه والطاقة. حضرتك عملت مركز خاص بيك؟ بالظبط كده، مركز اسمه مركز تطوير مشروعات تكنولوجيا الأبحاث العلمية، ده بيعمل أساسا في نقل التكنولوجيات، وأهم من نقل التكنولوجيا هو توطينها وتمصيرها لتصبح صالحة للتطبيق في مصر. على سبيل المثال أذكر مثالين سريعا جدا، احنا عملنا نقل تكنولوجيا تحلية المياه، وده تم استخدامه في لأهالينا في نويبع في سيناء، ثم أخيرا دلوقتي في تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية في الفيوم وبني سويف وأسوان، إن احنا قدرنا نصمم وننفذ على أرض الواقع مجففات تعمل بالطاقة الشمسية لتجفيف النباتات الطبية والعطرية، ودي طبعا مصر تعتبر سادس دولة على مستوى العالم في هذا المجال. قناة السويس اشتغلتوا فيها؟ عملنا مؤتمر لدعم وتقديم تقنيات مصرية في لمحور قناة السويس، والأكاديمية تبنت ده، وأنا كنت أشرف أن أنا رئيس لجنة البحث العلمي. أكاديمية البحث العلمي. أنا متفائل مشروع قناة السويس لأنه بيشتغل بالعلم، متفائل بأبناء مصر. يمكن أنا نفسي أتكلم مع الدكتور وائل ساعات، لكن وقت البرنامج منه لاهس. بنسافر بره وجوه، جوه عندنا طاقات، جوه عندنا علماء وشباب زي الدكتور وائل، اتمنى انه يتبوأ مركزه هو وكل اللي سافروا بره وعندهم علم بجد بيخدموا البلد. اسالوا كل الناس، من هم اجدع ناس، هم المصريين يا ارض اطيب ناس، كل اكتفى واحساس حفظك رب العالمين. خلصت الحلقه، وبكره امل جديد، بكرة نعيش فيه بالحب بالأمل بالعلم. العلم ينور حياتنا، ونسمع بعض ونشوف بعض، ونسمع للفقير وللغلبان اللي صوته مش واصل، ونقول يا رب بكرة نحرر أسير تاني من الفكرة، من الجهل والفقر والمرض. بكرة لقاء جديد، والأسير مع تحياتي.